اللاعبين المميزين اللي كانوا بيلعبوا برجلهم الشمال، واحد ايضا من اللاعبين اللي احترفوا في الدوري البلجيكي، يعني بنعتز بيهم دائما، اللاعبين المحترفين اللي دايما بيرفعوا اسم مصر خارجا. خليني اقول تشكيل فريق وادي دجله ما دام كنا بنتكلم مع كابتن محمد عبد الواحد: محمد عبد المنصف في حراس المرمى، محمد محسن، اسامه العزب، محمد شريف، احمد الشناوي، السيد سالم، محمد هلال، احمد رؤوف، حسام عرفات، محمد انور، ومحمود مرعب. ده تشكيل فريق وادي دجله النهارده. نعيد تاني تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده طبعا، اللي ابتدى ينزل فريقنا لارض الملعب للاحماء: محمد الشناوي في حراس المرمى، من اليمين الشمال احمد فتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور وعمرو سليه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا واحمد الشيخ وليد ازهر. كابتن ربيع، خلينا واحنا بنتكلم كده على تشكيلنا وما زلنا في تشكيلنا، لكن عايز اروح بس للاسامي اللي موجوده في فريق وادي دجله. اسامي مميزه جدا زي ما كنا بنتكلم على فريق سموحه، ان انت بتواجه فريق قوي باسامي عندها لعيبه مميزه. النهارده برضو نفس الوضع بالنسبه لفريق وادي دجله، بنفس الاسامي ونفس قوه الفريق اللي ممكن كنت تواجهته في المباراه السابقه. هي الخبرات الفنيه مش كتيره في وادي دجله لانه فريق جديد، وبس هو انت عندك الخبرات. عبد المنصف طبعا له دور كبير جدا، عبد المنصف جول خبره كبيره جدا. عندك احمد رؤوف برضو راس حربه ومميز جدا وعنده خبرات كبيره جدا. احمد رؤوف لعب في كذا مركز، قصدي في كذا نادي، رؤوف عنده خبرات كبيره جدا، او في الاهلي طبعا. حسام عرفات وده لعيب مواليد 89، يعني برضو بدا واحد من ولادك ده كابتن. ها ايوه تمام. لكن هو انت خلي بالك الجري هيبقى كتير النهارده، الالتزام هيبقى كتير الفني من الفرقه. هو طارق بيلعب 4 2 3 1 بالك، عنده خمس لعيبه في وسط الملعب بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا: محمد حسن وشريف والشناوي وهلال وحسام عرفات. هم دول كلهم اللي بيعملوا الشغل، بيتحولوا من دفاع لهجوم وهجوم لدفاع. عنده طرفين برضو باكين بيعتمد عليهم اذا كان العزب او السيد سالم. اعتقد ان فكر طارق العشري معروف ان انت تجهد اللي قدامك، انك تلتزم، انك تبقى صبور جدا، انك ما تفتحش خطوطك من اول دقيقه. هيبقى ملتزم بشكل غير عادي بالشكل الفني بتاعه. هو لعبه كله في وسط الملعب، وبعد كده تحوله الهجوم بقى، هو بيبتدي يخطف، يروح في حالات فرديه، يروح في حالات جماعيه اكيد من لعيبه معينه. عنده الباكين طبعا هيهاجموا بشكل فعال كبير، وبيعملوا كميه الجري النهارده محمد هتبقى كتيره جدا. عنده برده جانب في التمرير وفي المهاره مهم جدا، فني على اعلى مستوى. عنده شكل، يعني عنده التزام. طارق انا اعرف ان شغله فيه التزام، التزام فني. بغير الكره يبقى التزم وقطع الكوره، التزم وقطع الكوره. عنده ترابط ما بين الافراد، ما بين الخطوط وبعضها، خد بالك. عنده بقى التحول من دفاع لهجوم، ممكن يستخدم الفرديات، المهاره، بالك، الانطلاق، الجري السريع، التحول، الترابط الهجومي. فالشكل الفني لدجله ان اكيد النهارده هيلعبوا على قوه، هيلعبوا على سرعه، هيلعبوا على جري، هيلعبوا على تحركات، هيلعبوا على تمرير، هيلعبوا على نسبه استحواذ ونسبه سيطره كبيره جدا عشان اقدر اجاري النادي الاهلي، لان هم انا من وجهه نظري ملتزمين. الفتره اللي التزموا فيها محمد مع الكابتن طارق العشري نتائجه اتحسنت. يبقى انا في وعي، يبقى انا كانش عندي الوعي الفني النهارده اداني عندهم وعي. يبقى خلاص الفرقه دي هتتعبنا النهارده، فرقه عندها شغل فني، عندها امكانيات، عندها قدرات تحترمها. الدليل ان هم خدوا 9 نقاط من 3 ماتشات، خد بالك. فاللي اقصده ان النهارده الفنيات من وجهه نظري قدام الاهلي هتبقى كتيره، وبعدين هيبقوا ملتزمين جدا. في ميزه خلي بالك النهارده في مجموعه الوظائف اللي عندهم اللي هيكلف بيها طارق العشر اللعيبه، ان هيلتزموا من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا اعتقد ان هدف بامر الله وتوفيقه في مرمى دجله هيسهل الامور جدا، وهيفتح الجيم، وهيدي مساحات للنادي الاهلي، وهيدي بقى شغل النادي الاهلي فني كبير جدا ممكن يتعب بيهم وادي دجله. وفي نفس الوقت انا من وجهه نظري الخبرات هيبقى لها دور النهارده في المباراه، وخاصه الخبرات الفنيه. والله يا كابتن ربيع وانت بتكلمني كده فتحت لي امور كتير او اسئله كتير. اولا الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي كابتن شريف عشان تبطل مفعول هجوم النادي الاهلي لازم ما تخلوش يستحوذ بشكل كبير. النهارده هل كابتن طارق عشري اكيد بيتفرج على النادي الاهلي، تعامل مع هذه المباريات اكيد ليها وضع مختلف بالنسبه للمدير الفني واللاعبين. بقى اقول لك على حاجه، طارق العشري وحسام بدري دايما عاملين لنا دويتو كده من ايام ما كان طارق العشري ماسك ام بي قبل كده كان في حرس الحدود، وكان كان دايما بيعمل لنا لقاءات كده، قاريين بعض كويس قوي، شايفين بعض كويس قوي. فاعتقد ان طارق عنده فكره عن فكر حسام بدري وشكل لعيبه النادي الاهلي شكلهم عامل ازاي. انا هقول لك على حاجه من
يعني نظريتي انا او رايي انا يعني اللي على قد دي ان ما حدش يقدر يلعب النادي الاهلي غير ب 4-5-1. هي دي الطريقه الوحيده ان انت عشان ما تلعب مع النادي الاهلي يبقى لك وجود واستحواذ في منتصف الملعب ويبقى لك شكل حتى ان تقدر الاطراف بتاعتك. هل في فرقه كابتن ممكن تستحوذ قدام ضغط النادي الاهلي؟ في اللي بتتراوح قد ايه مثلا في الاستحواذ بتاعها؟ اللي بيحترم النادي الاهلي خدت بالك الاستحواذ على الكره كابتن وبيلعب على الكونتر اتاك الصريح وعنده السرعات هو اللي بيقدر يجاريك في المباراه. احنا كل ماتش دلوقتي الحاله الاجهاد اللي احنا بنتصرف فيها ما كانتش دي حاله البدايات بتاعتنا في اول سبع ماتشات. احنا كنا انا وكابتن ربيع بنقعد نقول احنا يعني ما عندناش كلام نقوله غير بالتوفيق وان الكره اللي تروح على الجول يبقى فيه توفيق فيها. صحيح. لان الاولاد بيعملوا كل حاجه ما لا عندهم التكتيكس عندهم حفظ الملعب شكله ايه تدوير الملعب حتى من اليمين للشمال والشمال لليمين الاطراف وهي بتطلع عنده البديل في الاطراف ما شاء الله. النهارده ابتدينا بعلي معلول بعديه راح داخل حسين السيد بعد حسين السيد لقينا ايمن اشرف دخل الفرقه تاني بعد ايمن اشرف لقينا باسم علي موجود في ناحيه اليمين. يعني شوف كل التدوير اللي بيحصل ده في الملعب ده كله على نفس الشكل وعلى نفس الطريقه وعلى نفس الاسلوب الفرق كلها بتلعب بشكلنا ان احنا هنوقف زي ما انت بتقول كل الناس دي ازاي انما انا احترم النادي الاهلي والعب معاه كره في نص الملعب افسد له هجماته. انا مش بقول الطريقه اللي اي حد يكسبنا بيها لو يبقى له وجود معانا في الملعب فلازم يكون عنده من الملعب على الاقل في نص الملعب اربع لاعبين بيحاولوا يفسدوا هجمات وبدايات السوليه وحسام عاشور. انا مش شايف ولا فرقه كابتن ربيع في مصر ماسكه عبد الله السعيد ده مان تو مان اللي هو العقل المفكر اللي هو موجود في الملعب اللي هو ما بيزهقوش. انا مش فاهم هم يعني الراجل ده بيستلم شفت هو تحركاته الخفيفه هو متحرك اه بس سهل جدا ان انت كان عندنا بركات طبعا واحد من النجوم اللي ما حدش بيعرف لا بركات ومؤمن زكريا وصالح جمعه والناس دي عندهم الملكه عندهم ازاي ياخدوا الكوره حتى وهي تحت رجلهم ان انت ما بتعرفش تاخدها منهم. ف لازم يلعب 4-5-1 انما هيلعب زي الاهلي 4-2-3-1 يعني راسه براس الاهلي يعني امكانيات اللعيبه الموجوده هنا لازم تبقى متوازيه لامكانيات اللعيبه اللي موجوده هنا. اعتقد ان طارق عاشر عنده من الواقع والشكل اللي يقدر ينزل بيه قدام النادي الاهلي بدراسه لعيبه النادي الاهلي فهو هيعمل ايه يا فاروق؟ هيوقف الناحيه اليمين ولا هيوقف الناحيه الشمال ولا هيشوف معلول ده نازل النهارده شكله عامل ازاي ولا بيفكر في عبد الله سعيد هو اللي بيبني كل حاجه ولا في سرعات ازارو كل ده انا بتكلم في نص حاله النادي الاهلي لما بتبقى طبيعيه بتبقى في مشاكل على الفرق الاخرى. طب هو في بعض الفرق تقول لك انا هاجم النادي الاهلي من الاول واخطف وابتدي اشتغل شغل تاني بقى ده شغل انتحاري بقى يا استاذ محمد ده صفيخ جوانب فنيه انا بتكلم فيها من وجهه نظري انا هي اللي تحكم 90 دقيقه توفيق الله سبحانه وتعالى خلينا ده على جنب انت ممكن تعمل حاله في 90 دقيقه انما ما تعملش فنيات في 90 دقيقه لان الفنيات دي انت لما تيجي عند مثلا انت ممكن تلاقي لياقه بدنيه ممكن تلاقي واخد بالك فرديات انما الخطط اللعب واخد بالك دي يعني انت هقوم بالشكل الهجومي ازاي انا عندي واخد بالك شكل هجومي هشتغل بيه وشكل دفاعي هشتغل بيه طيب المتطلبات اللي عندي يا محمد اللعيبه ال 11 لعيب اخوان ممكن تقابل القوه بالقوه تقابل السرعه بالسرعه الجري بالجري المهاره بالمهاره لكن القدرات اولا في المتطلبات الخطيه لازم يكون عندك قدرات خاصه تشتغل بيها لازم يكون عندك لياقه بدنيه يا محمد بتشتغل بيها واخد بالك لازم يكون عندك اسلوب لعب انت بتشتغل بيه واخد بالك عندك قدرات ذهنيه وتربويه كل ده النادي الاهلي فهنا من هنا هل هتقدر تجاري الخماسي بتاعك في وسط الملعب هتقدر عندك الباكين هيقدروا يجاروا الباكين الخط الهجوم بتاعك بالكوره هتروح فيه بكام لعيب 4-5-6 هتقدر تجاري الاهلي من اول دقيقه ده الفكر اللي لازم يشتغل بيه طارق العاشري العمليه مش عافيه العمليه يا كابتن من وجهه نظري انا بشتغل قدام اجهز فريق في مصر واقدر فريق في مصر واخطر فريق في مصر على المستوى الجماعي والمستوى الفردي لعيب النادي الاهلي يملكوا قدرات احمد الشيخ ده عنده قدرات عبد الله السعيد له قدرات
لازم يبقى لاعب قريب منك جدا. مؤمن له قدرات بيشتغل بيها انطلاقاته وبيروح ويقف عنده تمركز، ازاره عنده قوه وسرعه وبيجري ومتحرك في الثلث الامامي. السوليه بيجي من تحت خد بالك عشان التصويب المباشر والتمرير الحاسم. عاشور بيوقف مسمار عشان يعمل ترابط وينظم اموره. احمد فتحي بيعمل كورسات كتيره جدا مع لول، اثنين باكين، باك منتخب مصر كاس عالم، باك منتخب تونس في كاس العالم. صحيح. كلها قدرات انا لازم اعمل لها حساب. عندك القلب حتى ايمن اشرف ماشي كويس، ومهاني خد خبرات في هذا المكان مفيش مشاكل خالص. فاللي اقصده ان انت بتواجه قدرات خاصه مع سير مباراه، وفي نفس الوقت سيناريو اكتر من سيناريو بيحضره حسام البدري عشان وكان جاهز لكل حاجه. انا ممكن اغير الطريقه واخد بالك، فاللي اقصده ده وارد وحصل طبعا، ما هو لازم كل شيء وارد. في الماتش اللي فات يا كابتن مظبوط سحب باك رايت ونزل محمد هاني. مظبوط صحيح مظبوط. اتفضل يا كابتن. التفكير ده بتاع مين كان؟ التفكير كابتن شريف. ماشي. على فكره يا كابتن الجراءه مهمه جدا في وقت من الاوقات في المباراه. والله ربيع جالي من ساعه ماتش طنطا بتفكير التغيير ده، كنت قلت انا عايزه يا ريت كان اللي هو بتاع باسم. لا اللي هو سحب، لا اللي هو تغيير الباك اللي احنا مش محتاجين الاربعه دول. يعني بعض الفرق بتيجي تقفل لك بقى خلاص، بتنزل في نص ملعبها، فانت مش محتاج يبقى في اربعه ثابتين باستمرار، ممكن تلعب بالثلاثه اللي ورا بس. بس خاصه لما يكون عندك في الفرقه ثلاث باكات موجودين. موجودين صحيح يا كابتن، عندهم القدرات الحته دي. انا قلت لك يا محمد سير المباراه مطلوب ومهم جدا للمدير الفني. المتطلبات خلي بالك الخطيه وتغييرها اثناء سير المباراه مهمه جدا يا محمد. انا ممكن اغير عندي اسلوب لعب حسب النتيجه اللي عندك، انت النتيجه ماشيه ازاي،